بلسم في ترومبا والترومبا دي متوصلة بالخرطوم ده. الخرطوم ده بيطلع للآخر يوصل هنا بكوع ويبتدي يوزع المية على كل باكت بالطريقة دي. في محبس عشان نتحكم في الفلو عشان هو مش بيبقى متساوي فلازم توزنها بالبلدي كده يعني. كل باكت بيوصله مية من ناحية من خلال خط التغذية ده وبيصرف هنا. ارتفاع الصرف حوالي 5 سنتي على القعر فالجردل بيفضل فيه 5 سنتي مية طول الوقت. بيصرف في ماسورة 2 بوصة متطببة من هنا بطب عامية والصرف بيمشي يرجع الصنف مرة تانية وده الصنف بنحط فيه كل بقى الفيرتلايزرز اللي عايزين نستعملها. والميديا اللي جوه الباكتس زلط فولي وفي زلط تاني بتاع زينة ده اللي انا شاكك فيه انه احتمال يكون عامل ازمة البي اتش. وده السيستم ككل بس هو يعني كل باكت شغال بنفس الطريقة كلهم شغالين بنفس الطريقة.